السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهدي في الله في قناتكم متونت حبيب لي معلومات. لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك الجديد. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نعمر المعلومات على حسابنا البنكي في جوجل أدسنس. نعطيكم سبيل المثال، أنت عندك الأرباح في جوجل أدسنس وتحاول تحولهم إلى حساب البنكي، وأنت ما عندكش كيما نقول حنا بي سي، أنت عندك التليفون وما عارف كيفاش تعمل المعلومات. وكاين الناس ما عندهمش البي سي، كاين مال في البي بي سي مش مال في كيما نقول حنا التليفون. ولا حنا درنا الفيديو هذايا باش الناس تعرف كيفاش تعمر المعلومات حسابي البنكي على جوجل ادسنس بطريقه سهله ماهيش واعره ومتعقده. المهم تتبع معي الفيديو باش تفهم ليه، وكذلك ما تقلطش الى قلط في اي حرف في معلومه الدفع، راه الاموال ولا ارباحك تروح في باطل. دائما تعمرها بطريقه صحيحه وبدون اي مشاكل. هذه الدراهم ماهيش نقولوا حنايا فيسبوك ولا انستغرام ولا واتساب ولا هذه، راه دراهم ماهيش زعاقه ولا ضحكه ولا، فهمتوا خاوتي؟ انا دائما نعطيكم نصيحه باش درهمكم ولا الارباح ما تروحش في باطل. انت يا مصباح تتعب 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 ومن بعد يروحوا لك في 5 ثواني ولا في دقيقه الاموال يروح. ولو خاوتي انا ما نشيش واحد تروح له الاموال ولا الارباح في باطل، دائما نعطيكم حاجه بروفيسيونال، ماهيش نقولوا حنايا كيما نقولوا حنايا نهفيكم ولا، فهمتوا خاوتي؟ لازمك تعمل معلومه بالطريقه الصحيحه باش ما تقعش في خطأ. المهم لا علينا، حنايا نروحو واش نديرو، نروحو الى جوجل ادسنس بهذه الطريقه، نفس الطريقه كيما راك في البي سي كيما راك في التليفون كيف كيف. كيفاش ترجع هذه الواجهه شكل ميكرو؟ واش دير؟ تضغط على 3 نقاط، ها هي تكليكي عليها ومن بعد تكليكي على هذه، تكليكي على هذه سطح المكتب. شوفوا معايا نكليك عليها دوكا تجيني شكل تليفون. شوفوا معايا مليح، ها شفتوا معايا انا واش ندير؟ نجي هنايا ونديها شكل تليفون شكل الحاسوب، تجيني صورة واضحة باش ما نقلطش في دفع المعلومات. ومن بعد واش ندير؟ نكليك على هذو 3 نقاط، ها هي هنا نكليك عليها. انا واش ندير؟ انا نكليك خاوتي على دفعات بهذه الطريقة، ومن بعد نكليك على معلومات الدفع، نكليك عليها بهذه الطريقة باش تكون صورة واضحة. كيف كيف كيما بي سي كيما التليفون كيف كيف نفس الطريقة. هنايا شوفوا معايا خاوتي، هنايا وحنا واش نديرو؟ نديرو إدارة طريقة الدفع، اهي شوفوا معايا مليح، اهي إدارة طريقة الدفع نكليكو عليها. ومن بعد واش تجينا؟ تجينا هنا خاوتي تجينا إضافة طريقة الدفع، اهي شوفوا معايا مليح، اهي نكليكو عليها. ومن بعد واش نديرو خاوتي؟ شوفوا معايا مليح، هنا هنا واش يقول لك خاوتي؟ هنا إضافة تفاصيل جديدة تحويل إلكتروني. هذه ما عدناش في الجزائر، احنا ما عدناش، احنا عدنا هذه إضافة تفاصيل جديدة التحويل الإلكتروني. واش معناه؟ معناها عندك أي بنك في الجزائر يدعم جوجل أدسنس، في أي بنك سواء كان بنك البدر، بي دي ال، كما بنك خليج، بنك الخليجي، بنك الإسلامي، بنك أي بنك في الجزائر يدعم بالأورو تقدر تضيفه هنايا. وانت يا حر، انت يا حر. أنا من عندي أنا خاوتي ننصحكم حلوا ولا أفتح حساب بنكي في بنك البدر، هذا نصيحة تاعي أنايا. وكل واحد ربي سالي، كل واحد حر براسك، حبيت تحل في بنك بدر ولا في ولا في بنك الخليج ولا بنك خليجي، انت حر. انا نعطيك نصيحة من عندي، هي بنك البدر خالي، علاه؟ بنك البدر يعطيها لك اورو كامل، مي كيما يقول لك حنا ما عندوش مشاكل ويتعبك والو، يعطيها لك اورو كاملا وما يسقسيش عليك من جبتها ولا ما يسقسيش عليك، تكون على بالك. هذه زينة في بنك البدر. المهم لا علينا، جيني هذه خاوتي، حنا واش نديرو؟ نكليكو على إضافة تفاصيل جديدة تحويل إلكتروني.
نكليك على هذه. هنايا شوفوا معايا مليح، هنايا تابع معايا مليح باش ما تقلقش في المعلومات الدفع. هنايا واش يقولك معرف المستفيد. هاي هذه يا خاوتي ما ديرهاش اختياري، معنى اسمك الكامل ديرها ولا ما دير. حنايا واش خصنا، واش الإضافة الأساسية باش تكون طريقة صحيحة، هي الاسم على حساب المصرفي. هذه هي الاسم المصرف وكذا الرمز ورقم الحساب وكذلك إعادة إدخال رقم الحساب. هذوما خاوتي نحتاجهم. هذا كاينه واحدة زوج ثلاثة أربعة خمس، هذوما نحتاج. حنا واش نديرو؟ أنت تيجي كون كاتبهم ولا عندك ورقة أمامك باش تنقل عليه. انا يا راني كاتبهم في الوارد، هذا هو. حنا واش ندير؟ نضغط على الاسم تاعي، عفوا نديرو الاسم بهذه الطريقة، ومن بعد نجي هنا خاوتي الاسم على الحساب بهذه الطريقة. ومن بعد واش ندير؟ ندير الاسم المصرف، معناه هو بنك البادر الفلاحة والتنمية، هذا هو. تجدون الاسم تاعو اسفل هذا الفيديو بهذه الطريقة. ومن بعد رقم السري والسويف، نجيبو الكود هذا هو خاوتي، هذا هو باش ما تقلطش. الى قلطت معناك الارباح راحوا في الريح ولا راحوا في الباطل. تكون على بالك دائما، جي دي تأكيد دايما، فيريفي المعلومات. عاود هنا التأكيد، هنا خاوتي لتحت، ها هي نعاود التأكيد هنا يا دوكا خاوتي. خلاص دوكا رانا عمال المعلومات تاع حساب البنكي، سواء كان بنك البدر، سواء كان بنك خليج، بنك أي بنك، أي بنك. المهم خاوتي هنايا لازمك تفيريفي قبل ما دي التأكيد، لازم تفيريفي باش ما تقع في خطأ. دايما الفيريفي. كيف نفيريفو؟ هنايا مثال عندنا الاسم واللقب الكامل هو الشاهد محمد الحبيب. خلاص هذه مريقلة. نعاود ثاني فيريفي، نشوف هنايا خلاص الشاهد محمد حبيب مريقلة. ومن بعد واش ندير؟ الاسم المصرفي البنك البدا الفلاحة والتنمية، نعاود ثاني نشوف فيريفي البدا الترفيه كذا كذا، خلاص مريقلة. ومن بعد السويف A B D R D Z A L X X X، نعاود ثاني في دي في A B D R D Z A L X X X، خلاص مريقل. هذو مريقلين. الحساب نتاعي رقم الحساب هو 00 329 4 0 5 0 31 42 0 1 93. عاود ثاني واحد فيري في 00 329 5 0 31 42 0 1 93. دوكا رانا خلاص رانا مريقل. ومن بعد واش دير؟ تعاود ثاني تأكيد إعادة إدخال رقم الحساب، عاود ثاني فيري في، وربما نقلت في رقم ولا في حرف، معناها تقع في مشكلة. نعاود كذا تاك 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 تاك، هنا ثاني تاك تاك تاك، خلاص مريقلة كلشي مريقل. وهنا واش نديرو؟ هنا يا خاوتي نضغط على ضبط كل طريقة الدفع أساسية، نكليكو عليه بهذه الطريقة، دنا علامة ومن بعد حفظ. انت خاوتي نتوما ديرو حفظ هنايا. خلاص دوك رانا فيريفينا المعلومات، درنا كلش، درنا خلاص معنا معلومات صحيحة، خلاص مريقلة طاك 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 مريقلة، خلاص كلشي مريقل، خلاص فيريفينا مليح، درنا مليح، درنا المعلومة صحيحة. خلاص انت واش دير؟ اضغط على ضبط طريقة الدفع الأساسية، ها هي كيما قبيل درناها. شوف نتوما تلقاوها كيما هاك بيضة بهذه الطريقة. انا ندير عليها لاكروا بهذه الطريقة، ومن بعد الحفظ. انت دير خاوتي دير حفظ تطلع لك كيما هاك. شوفوا معايا مليح، راني داير هاي، شوفوا معايا مليح ها، شوفوا معايا مليح ها. تحويل الكتروني الى حساب المصرف، ها شهاد محمد الحبيب، ها عرفتوا خاوتي.
ومن بعد دير مثال شحال تحس تحاول تحوس 70 ولا درك خاوتي عمر المعلومات مريقلة كلشي مريق. ومن بعد إذا كانت عندك أرباح مثال عندك 70 أورو خليها 70 أورو حتى في 21 في الشهر يحولوا لك الأموال، ولا عندك 70 ولا 80 ولا 50 ولا 71. المهم هو أدنى السحب أو أدنى التحويل المبلغ أو الأرباح هي 70 أورو، من 70 ما فوق، تحت 70 ما تقدرش تحول الأرباح نتاعك، لازم لك من 70 ما فوق. إذا كان عندك مثلا 50 ولا 60 ما تقدرش، لازم 70، 70 71 72 73 80 100 90 200، مهم تفوت 70. بهذه الطريقة خاوتي عملنا ذوك المعلومات على حسابنا جوجل أدسنس عن طريق تليفون بدون بي سي، بهذه الطريقة طريقة صحيحة بدون أي مشاكل. اللي عنده أي مشكلة ولا ما فهمش هذا الفيديو ولا ما عرفش ولا جاته صعوبات ولا يتواصل معنا، تجدون الروابط أسفل هذا الفيديو، ولا كذلك خلينا التعليق أسفل هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.